ماشي اوكي تمام. يا اسطى الكلام ده بتاع الرجال، متركزليش في اي حاجه بجد مش تمام. فوق بس يا مان، معايا تلبس انت حزام لما تلاقي الرجال. سيبك من الحريم وبطل شوف العيال. انا مقفل الكلام ايه، مقفل التراك، انا مجمل الكلام لكن مش تمام ايه. لما بحس بالتمام اقول له ده تمام، هقول له ضن بلوك ليك وشمون التان. لما بلاقي الوقت ده عدى معايا تحس انه نازل بس من نص الكوبايه، ونقسم كل حاجه مع بعضينا. سيبك من حكايه، نازل كل واحد ده شايف نفسه معايا. لما بركز ربنا نازل مش بينفذ، لكن هو جه معايا بس البنطلون والمقفص. سيبك بس من الاساليب ديت مش نافعة، عشان كل واحد فيه يقول نزل خد اللي ده. مفيش ناسي ناسي احساسي كله تحت رجلي مقداسي. فكك انا مش نازل اسيج، انت وانا ناسي احساسي. قلت له يا اسطى فكك من الكلام ده عشان مش عاجبني. قال لي فيك، قلت له انت فين وانا فين، في مقارنه. كلمنا الراجل اللي بره، قال لي يا ابني انت في حد معاك اصلا؟ يعني انت مش صغير ولا باين. سيبك بس من الكلام، انا يا ابني مش متضايق. اهو لما قال لي انت فين، قلت له انت فين. الاسلوب بتاعي انا اللي بغنيه، يعني انا اللي درسه. لما بتكلم معاه كله نزل دس، لكن انا فهمت ايه الكلام وكلهم دول اتهرسوا. يا اسطى ما تقوليش بس يا اسطى، طب بفه مش هقول لك الاستفه. طب كارفه ما بلمش جاست مون الفنطة، لكن انا جيت عشان انا حطبتك. لكن مش بحطم الجن عشان نازل، بس ان لما تلاقي كل واحد نازل ده بيهش وينش عشان بابلو نزل هو يجن. لما بحس كله نازل ده بيدس، يا عم قول لي انت فين وانا اقول لك انا جاي. وانت بس تحس لما بضرب بالرشوش الالي، كل واحد يجي دوم 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 دوم. قتلت كله من احلامي، شوف من مكاني وشوف من افعالي. ركز في الكلام قبل ما تقوله بس تفهمني، لكن انت ترجع تاني لما تحس اتراك. بمسك مايك على العداد، بحس بس بالكلام، بسمع بس باكتئاب لما بشوف العيال. طب انت فاهم ولا نسيت؟ سيبك في الكلام، انا مش نازل ولا جيت. مش عايز اقول لك فيت ولا بس الاوت فيت، بطاطير كلها واسعه يعني بتنزل في الحيطه. وبتقولي انت فيك.